اسم محمد رضا مغزاوي أب الشهيد حفناوي مغزاوي اللي توفى في أحداث الحوض المنجمي 6-6-2008 احنا جينا اليوم القبصة نظم في وقفة احتجاجية قدام الولاية أساس اللي كون الحكومة هذه التو قاعدة تمطل في فينا وما عملت لنا حد شيء كل شهر توعدنا باش يعطونا بطاقة المعالجة المجانية وباش يعطونا بطاقة النقل ويعني يكرمونا ورد المعنويات لحد الآن ما عملونا حد شيء وعندنا جريح لهنا يعني تورج له القصان يعني كل شهر يلزم ثلاثة خمس ب 570 ألف وهو بطال لحد الآن يعني ما تحصل حتى واحد على بطاقة ما تحصل حتى على شيء طالبنا بإدماجنا في المرسوم 97 يعني يعني نحونا من المرسوم 97 وتم ضمنا الشهداء وجرحى الثورة الأخيرة احنا لحد الآن رأوا المرسوم 97 ما نشم سيبين فيه على خطر أذكى تاريخ وذكرى خالدة تبقى لأبنائنا وأبناء أبنائنا ولهذا نطالب الحكومه هذه بالتعجيل وما عادش في شيء هذا أه محمد خليفي جريح ثوره الكرام معتمد ترديف الوقفه الاحتجاجيه اليوم تتمثل في المطالبه ب تمكين مستحقاتنا فيما يخص التعويض بطاقه تنقل مجاني والعلاج أه معنا عندنا اربع شهور من اللي صارت مفاوضات مع وزير العداله الانتقاليه على لسانه وعدنا كونه في الايام القليله القادمه باش يوقع تفعيل اتفاقيات توانا اكثر من اربع شهور معناها ما صار حتى شيء اي معناه يمسون نتصلوا به يقول ما عندي حتى معلوم اعطونا دات 28 في الشهر اللي فات كونه باش ناخذ جميع مستحقاتنا اتصلنا به 128 قالوا لنا زيد اعطونا مهله من ثلاثة ايام لاربع ايام لخمسه ما اعطيناهم معناها مهله اكثر من, من اللي طلبوه اتصلنا بهم امس اذا بهم قال لك معناها المستحقات الماليه ماهيش معناها مصبوبه في وزاره الماليه حتى بطاقات العلاج, العلاج والتنقل ما بطاقات العلاج والتنقل المجاني ما هيش موجودة اتصل بنا المعتمد أمس قال معناها عائلات الجرحى كل معناها جريح إذا كان في مكان يجيب لنا زوز تصاور وزوز تصاور بطاقات تعريف باش نخدموا له البطاقات جينا اليوم تقابلنا معاه وحكينا معاه قالنا ما اتصلش بكم ما كلمتكمش خلاص محمد عشيري جريح 2008 عينا من السياسه نتاع المجلس التاسيسي وتاع وزاره حقوق الانسان هذه اللي ما شفنا منها حتى شيء كان الكلام فهم نحن اليوم نتحرك هنا في الولايه نتاع قفصه الوالي ما حبش يقابلنا معتمد الرديف كيف كيف لهذا تتحمل المسؤوليه اي حاجه باش تصير في الرديف يتحملوا هم المسؤوليه نتاعها هاشم بن رزق جريح في احداث الحوض المنجمي بقتل معاناه اليوم لهذا باقي نستعمل الدواء على على جيبي متكلف لي كل ست شهور زرار كل ثلاثة شهور بقيمة خمسة مية وأربعين دينار شيء ما ثمش حد شيء من الحكومة لحد الآن تعطي نسمع من في سياسة الوعود والتسويف وكهو احنا نحب نعرف سبب المماطلة هذه والتأخير والمبالات علاش